رد الكرملين الروسي على التهديد الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحكومة السورية بشأن شن عملية عسكرية في إدلب، إذا اعتبرت روسيا أن هذا سيكون أسوأ سيناريو. وكان أردوغان قد وجه في وقت سابق اليوم تحذيرات نهائية للحكومة السورية بشأن إدلب، والعملية العسكرية التركية أصبحت مسألة وقت بحسب تعبيره. اصطدمت أطماع أردوغان التوسعية بإدلب أمام التعنت الروسي، فالدب الروسي رغم سخونة الجبهات بقي باردا في محادثات دامت لأكثر من يومين، قال في نهايتها لن نعود إلى سوتشي وسنفرض سياسة الأمر الواقع. هذا الرد أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أشار إلى أن تركيا تعلن انتهاء المهلة التي أعطتها للجيش السوري بالانسحاب إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، وأنها جاهزة للبدء بعملية عسكرية فهي لن تتخلى عن إدلب. نقترب من نهاية المهلة التي منحناها للجيش السوري لينسحب إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية في إدلب، وأعددنا كل التحضيرات لتنفيذها وقد نبدأ في أي وقت. نحن عازمون على تحقيق الأمن في إدلب رغم عدم توصلنا لاتفاق مع الجانب الروسي. التصريحات التي واجهتها موسكو على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف واصفا احتمال شن عملية عسكرية ضد الجيش السوري بالسيناريو الأسوأ. دعونا لا ننطلق الآن من أسوأ السيناريوهات. إذا كان الحديث يدور حول عملية ضد الجماعات الإرهابية في إدلب، فإنها ستكون متماشية مع اتفاقات سوتشي من أجل تحييد هذه الجماعات التي لديها الآن بنية أساسية قوية من الأسلحة والمعدات والذخائر، وهذه هي مسؤولية الجانب التركي. فيما استمر قصف الطيران الحربي في ريفي إدلب وحلب في محيط الأتارب وكفر نوران وأطراف دار عزة كرد فعل على قصف المجموعات المسلحة لمواقع الجيش السوري في سراقب. وعن هذا الموضوع ينضم إلي من اسطنبول عبر خدمة سكايب المحلل السياسي جواد أوغلو. أهلا بك سيد جواد. بداية، موسكو تقول أن الكرة بملعب أنقرة، والرئيس التركي يهدد ويرسل تحذيرات أخيرة للجيش السوري. هل نستطيع أن نقول أن العملية العسكرية أصبحت قاب قوسين أو أدنى ميدانيا في إدلب؟ تحية للجميع. أنه يعني من هذه التعزيزات القوات التركية، يعني بتجاربنا السابقة، نعم يمكننا أن نقول العملية العسكرية قريبة ولربما يعني إلى نهاية هذا الشهر، شهر شباط، يعني من تجاربنا في العمليات السابقة. لكن يمكننا أن نقول هذه العملية سوف تكون محدودة، يعني في اشتباكات محدودة. سيد جواد، أردوغان لمح إلى إمكانية الاستعانة بالأمريكيين في إدلب، هل هذا وارد وكيف سيكون هذا التدخل أمريكيا؟ طبعا في هذه النقطة يعني بشكل أو آخر هو يريد أن يجلب مساعدة حلف الشمال الأطلسي الناتو، يعني لكن هؤلاء لا يريدون مواجهة ذلك. أيضا الجانب الروسي تحذر أن لا تكون القضية قضية حلف الشمال مع روسيا أو أمريكا مع روسيا بهذا الخصوص. أنا لا أتوقع أن تكون هناك مساعدات عسكرية قوية من قبل الأمريكان، أن القضية ليست أصلا عسكرية، القضية قضية سياسية، لكن قدرات تركيا السياسية محدودة لأنه بقيت تركيا وحيدة غريبة في المنطقة بشكل عام. والنجاحات العسكرية الموجودة لحد الآن كان من ضوء أخضر الروسي وليس أمريكي. طيب. ولهذا السبب لا أتوقع أن يكون مساعدة قوية من الأمريكان. طيب. الروس يتحدثون عن قمة ثلاثية إيرانية تركية روسية في طهران مطلع الشهر القادم، فهل سينتظر الأتراك في ردهم حتى تلك القمة أم سيلتزمون في مهلة الشهر التي أعلنها الأتراك منذ بداية هذا الشهر؟ طبعا يعني الجبهات القتال في سوريا يعني تأتي إلى الحدود السورية التركية، لكن سياسيا لا يشتغل لحد الآن خط أنقرة وطهران بهذا الخصوص. لكن كما قلت في بداية الحديث أنه أفتهم من تعزيزات القوات التركية بشكل مكثف الآن
7,000 جندي مع أكثر من 2,100 معدات العسكرية. أنا أتوقع أنه قبل اجتماع طهران ممكن تركيا تتحرك حتى تكون يدها قوية في المفاوضات في طهران بصراحة. نعم، من إسطنبول المحلل السياسي زياد أوغلو، شكرا جزيلا لك.